الشرقية تتوافد على رصيف الرصيف البحري المواجه لمنصة العرض الرئيسية. إن شاء الله بتتواجد عدد 8 قطع بحرية على هذا الرصيف، وسيتم توافد بقية القطع البحرية على رصيف ميناء زايد كذلك. كما تعلمون نافدكس هذه السنة شهد زيادة في عدد القطع البحرية المشاركة، كما شهد زيادة في المساحات المخصصة للعرض، بالإضافة إلى زيادة في عدد الشركات العارضة في مجال الأمن البحري ومجال السواحل. تتواجد السفن المدمرة، المدمرات والفرقاطات وزوارق الكورفت، زوارق الصواريخ السريعة، زوارق حرس السواحل، أيضا تتواجد زوارق مكافحة الألغام والعديد من النوعيات الزوارق الأخرى المخصصة للعرض، سواء كانت قوارب الإنقاذ، قوارب المخصصة لغواصين، وأيضا القوارب التي يتم التحكم بها عن بعد.